ما جيت الظهر ها؟ وينك ما جيت الظهر؟ الظهر راح نتغدى هنا وشفنا المباراة هناك. ليش ما جيت هنا حماس؟ انا قام السقيع والله السبت مع مع بولندا. نعم اه بقوم الصيخ ما يشوفون شاب ما يشوفون شاب. الله يسلمك. والله اللي يشوفك على هالشخصية ذي يقول تاجر مفلس وانت مفلس. والله يا ابو كيان ديكور بس ايه ابيك موضوع عائلي موضوع عائلي اخذ داخل اخذ داخل ابو كيان اخذ داخل وسنع داخل داخل الله يعينك يا ابو دويش تنجلد هلا سمسم هلا حبيبي وينك ساعه دورك ودقدق عليك تعطيني ايش اسمه مشغول ليه ها ليه اعطيتك مشغول اي كله تقدق تقدق عليك تعطيني مشغول ليه انا خبرني حاضر رقمك شلون اعطيتك مشغول هلا والله حبيبي سمسم سعد عمرك والله كنا نتكلم عليك بالخير يوم انك اول ذيك الايام تروح تدين من ذو من ذا تدينت منك بعد تدينت مني رجعتهم رجعتهم عليك دبل رجعتهم سماحتك لانك تاخذ ربا سماحتك تخسي ايه ما ارفقت تاخذ ربا تخسي ثلاث مرات دفعتهم لك والله ما اخذت منك انا كذا سلفت منك سلفتي انت اخذت مني ايوه سلفتك لا انا سلفتك اخذت مني انت وبعدين قمت توصلي بالباص من عندك باص وخصمتهم شاهدت من ذا شاهدت ذا شاهدت ذا حتى ما شو ما شاهد حتى على دجاج ذا قال هذا لا يبى ينكر ينكر كل يقول يعني يقول مزح لا يبى خلي ولي أول مشروع أخذت من أول مشروع أنا مسالفة حق الدجاج لا الحين ما ردوها واللي سلفت أنا أنت اللي سلفت بوجه ما ردهم ما ردهم لا يبى رديتهم يبى عيسى ولا تقدر تسوي علي كلام ترى عيالك شاهدين الاثنين عيالك ذيلك شو اسمه حنظل ويا الثاني ذاك برعي نافع نافع